الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين. أما على المنافقين لا، أي وقت يصلون على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا في مواقيت معينة، المؤمنون يعلمون أنها لا تؤخر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تعال أخي الغالي واسمع إلى ذاك الرجل، رجل أخذ الله سمعه فلا يسمع حد، وأخذ الله بصره فلا يبصر مشهد في حياته، وأخذ الله منه النطق فلا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عن شيء، هذا معذور ولا مو معذور؟ ولا يسمع النداء أصلا. والله هذا الرجل لا تفوت صلاة. سأخبرك عن خبر حدثنيه المترجم اللي معه، حتى الترجمة لا تكون كالصم بل يمسك بيده ويحرك ويلمس فيها وجهه عشان يوصل المعلومة. خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد، عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقف، لكن قلبه معلق، نحسبه الله حسيبه، قلبه معلق في المساجد. فقام للصلاة، فتح الماء ما عنده ماء، ذهب ليتوضأ في المسجد، وصل إلى باب دورة المياه أعزكم، والمبصرون نائمون هناك، والذين يمسكون ويسمعون من شق الله أسماعهم وأبصارهم نائمون. بحث وجد الباب مغلق، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ طيب خلاص أنت معذور أرجع لبيت. فرجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضأ. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين إذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي، شاف فايز جالس على الرصيف، ثم تفاجأ أن فايز تحرك ويديه على الأرض ورجليه على الأرض وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين في الرصيف ويتلمس. الرجل الكبير يعلم أن فايز ما يتكلم ولا يسمع، لكن يعلم أن عنده عقل ما هو مجنون، فذهب إلى فايز يشوف إيش عنده، رحمه تقطع قلبه عليه. جاء ولقى فايز قاعد يدور أين صنبور الماء اللي يسقي هالزرع، يبغى يتوضى منه. يا من عندك مكان الوضوء ما تحتاج لها الأمور، ويسرها الله لك وسيسألك الله عنها، هل صليت؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الشايب ما تحمل، أخذ فايز وحمله من الأرض وأخذ يحتضن فايز بأقوى ما عنده، لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يوصل له معلومة. فايز الآن يفكر كيف يتوضأ، فأمسك بالرجل هذا الشايب، أمسك به يفكر الآن كيف يقول له إني أبغى ماء، فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء وأشار بها إلى فمه يعني أبغى ماء. الشايب قاعد يبكي، كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادة ونأخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب، وفايز يدور شرب من المزرعة. فأخذه مباشرة إلى بيته، تخلقه العبرات وجاء بكوب ماء وأعطاه فايز. أول ما حط في يد فايز، فايز أمسك بيد الرجل وأخذ الكأس بيد الثاني أعطاها الرجل. الحين فكر بطريقة أحسن يوصل له ليبغى يتوضأ، رفع وشمر عن ساعديه وصار يشتغل بأني أريد أن أتوضأ ويغسل إلى المرافق، يعني أبغى أتوضأ وينسح على راسه، يعني ما أبغى ما أشرب أبغى أتوضأ. إذ الشايب تخور قواه وينخل في البكاء، ثم أخذ فايز وداه المغسلة، فتح له صنبور الماء وأخذ الفايز وخلاه يلمس الماء، وجلس ينظر لفايز وهو يتوضأ. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم اجعلنا منهم. الله أكبر.